اتصل بي أحدهم ذات مرة فقال أنا عندي بضاعة بيبسي كبيرة تقدر بالملايين. يقول فجاءني شابان عليهما سيم الخير والصلاح فقالوا أهرق هذه البضاعة لأنها بضاعة أمريكية. فخطر ببالي فكرة فقلت ما السيارة التي يركبونها؟ قال فورد. قلت إذن قل لهم يحرقون الفورد ثم أرق البيبسي. فيعني تصور كثير من الشباب في هذه القضايا أمر في غاية الخطورة.